في إطار احتفالها بعيدها 89، نفذت القوات الجوية عددا من العروض الجوية في سماء مصر، والتي عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقي الذي يتمتع به نصور الجو. وأكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، أكد على أن القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر، وذلك وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية. وتقدم بالتهنئة لرجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتها بعيدهم بعيد القوات الجوية الذي يوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. لإقلاعهم وهجوا البروق الخاطفة، ولتحقيقهم صدى صوت العاصفة. لزئير طائراتهم قوة الرعد، ولضرباتهم الموجعة وقع الزلزلة. إن لمحتهم تراهم نسورا تدور في فلك البطولة والفداء، وإن واجهتهم وجدتهم وحوشا تحلق في مدارات السماء إلى العلا ينبوه. وحين ينقضون لا مفر ولا مهرب، إنهم وبحق نسور القوات الجوية المصرية.